السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. اليوم رح نحكي عن 3 تحديثات عملتهم شركة يوتيوب، تمام؟ في 3 تحديثات عملتهم على الشروط الموجودة عندها بالاتفاقية بينك وبينهم، يعني كل مين عنده قناة وكل مين عم ينزل فيديوهات على اليوتيوب بيعرف هي هلأ المعلومات اللي حتكون موجودة معنا. قبل ما نبلش الله يخليكم اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو إذا عجبتكم المعلومات وعجبكم التقديم، وبالإضافة يعني ما كن خسران شيء إذا دعمتونا، يعني هي مجرد اشتراك، تمام؟ فبتمنى أن الكل يشترك ويدعمنا حتى نحسن الكامبين إن شاء الله. أحفوط الموضوع، شركة يوتيوب عملت 3 تحديثات جديدة، واللي هي التحديث الأول إنه شركة يوتيوب أنت مثلا في إلك بيانات عندها، معلومات عنك، سكنك، اسمك، رقمك، ايميلك، شو عم تنزل على القناة عندها، شو عم تعمل، يعني في كل شيء معلومات موجودة عندها لشركة يوتيوب عنك، تمام؟ فالتحديث الأول هلأ شركة يوتيوب عم تقلك انه نحنا راح نحمي هالبيانات تبعك كلياتها. كيف؟ يعني انت مثلا نزلت فيديو على اليوتيوب، تمام، وانت طالع بالفيديو او انت طالع بالفيديو ومعكم اصحابكم مثلا موجودين بالفيديو، تمام، وفي حدا مثلا من الموجودين لا سمح الله طبعا بعيد الشر عن الكل مطلوب مثلا لجهة امنية او مطلوب لمافيا، مطلوب لحدا، مطلوب لتار، يعني عم نسمع قصص اشكال الوان. فالمهم، فاذا اجى هذا الحدا مثلا طلب من شركة يوتيوب انه ياخذ بيانات عن الشخص اللي لقاه مثلا بالفيديو، شركة يوتيوب بتقول له اسف احنا ما بنحسن نعطيك اي معلومات لانه هذا الشخص بيتعامل معنا ونحن بنتعامل معه ونحن في اتفاقية بينه وبينه انه ما نعطي البيانات لاي حدا غريب، تمام. فهي شركة يوتيوب عم يشرحوا لكم هاي القصة انه نحن بياناتك ما بتطلع لحدا، تمام، وما تاكل هم، يعني الموضوع كله تمام. هاي شغلة. شغلة تانية، البيانات عم تقلها شركة يوتيوب كمان بالتعديل، عم تقلك البيانات بيحسن ياخدها فقط الجهات الحكومية. كيف يعني الجهات الحكومية؟ الشرطة، مباحث، هجرة وجوازات، جرائم، قصص، هدول الدوائر الحكومية إذا طلبوا هاي المعلومات من شركة يوتيوب بيساعدوهم وبيعطوهم المعلومات هاي، إنه إذا كان في جريمة ولا قصة ولا مشكلة ولا حدا مطلوب ولا حدا عم يعمل مشاكل، شركة يوتيوب مخولة إنه تعطي هذا الموضوع. فهي مصرحة بس إنه تعطي مخولة هي تعطي بس للجهات الحكومية، أما أي حدا غير جهات حكومية، شركات، أصحاب، حدا غريب، ما بتعطي اي معلومات ابدا، تمام. هي بالنسبه للبند الاول. عنا البند الثاني، مثل ما كنتم شايفين معي هون هلا، عنا البند الثاني اللي هو بيحكي عن موضوع تحقيق الربح من الفيديوهات تبعك. كيف يعني؟ يعني انت اذا بدك تحقق ربح من الفيديوهات تبعك، يجيك مصاري من الفيديوهات اللي انت عم تنزلها، لازم انت تكون محقق الشروط اللي هي معروفه كل الناس بتعرفها، انه لازم تجمع 1000 مشترك، ويا حصر هال1000 مشترك ما كان يجوا لعنا لهلا. وتاني شغلة انك تجمع 4000 ساعة، تمام؟ 4000 ساعة بدك تجمعهم هدول خلال سنة، تمام؟ بعد ما جمع انت هدول الشروط، انت بقى بتصير شركة يوتيوب او شركة ادسنس بالصحيح، بتصير بتنزل اعلانات عندك على الفيديوهات، وكل اعلان بينزل عندك طبعا انت رح تاخذ من الارباح هالاعلانات اللي عم تنزل عندك على الفيديو، تمام. هذا الحكي اذا انت حققت الشروط اللي مطلوبه. هلا لا، هلا تعدل الموضوع، هلا الموضوع صار انك انت اذا محقق هاي الشروط او مالك محقق هاي الشروط، الاعلانات رح تنزل على الفيديوهات تبعك. يعني انت مثلا لسه مالك مجمع 1000 مشترك ومالك مجمع 4000 ساعة، بالعادة ما كان ينزل اعلانات وما كان يحط اعلانات على فيديوهاتك، تمام. هلأ لا، هلأ لو ما لك محقق الشروط بده ينزل اعلانات على فيديوهاتك، وما رح تاخد عليها مصاري، رح تنزل فقط اعلانات بدون مصاري،
إلا إذا حققت الشروط اللي هو تجيب 1000 مشترك وتجمع 4000 ساعة. بعد ما تجمع هاي الأمور كلياتها بتصير بقى الإعلانات اللي عم تنزل على فيديوهاتك على كل 1000 مشاهدة بتاخد أنت أرباح من هالموضوع هذا، تمام؟ أما هلأ صار موضوع عادي، أنت محقق الشروط ولا مالك محقق الشروط رح ينزل إعلانات على فيديوهاتك، تمام؟ هاي بالنسبة للبند الثاني. طبعا هذا البند الثاني ما بيناسب اخواتنا اللي عاملين مثلا الأقنية عن القرآن، عن الأحاديث الدينية، عن الدروس، ما بيناسبهم هذا الوضع. ليش؟ لأنه في ناس عندها أقنية قرآنية عم تعملها، في خيار باليوتيوب يقول لك أنه أنا ما تحطوا إعلانات عندي على القناة، تمام؟ فما بيحطوا إعلانات عندك على القناة، بس بيحطوا أنه الإعلان عندك فوق شريط هيك، أنه بيحطوا شو الإعلان اللي بدك تشوفه وتشوفه أنت. فهي الشغلة هلأ رح تأثر على أخواتنا اللي عاملين أقنية للقرآن أو للدروس أو شيء بتعلق بدين الإسلام. فهذا الموضوع يعني صراحة رح يأثر عليهم شوي. ليش؟ لأنه رح يصير يظهر إعلانات يعني ما لها طعمة بصراحة، خارج الصيغة اللي موجودة بالقناة، تمام؟ يعني عفوا منكم، أحيانا شركة يوتيوب أو أدسنس خلينا نقول عم يحطوا إعلانات يعني فيها شوية هيك مناظر خلاعية وفيها شغلات يعني ما بتتناسب مع القناة إذا كانت قناة دينية، تمام؟ فهذا الشيء بصراحة رح يكون سيء بالنسبة لموضوع أخواتنا اللي عندهم أقنية دينية، تمام؟ هذا الموضوع الثاني. عنا الموضوع الثالث مثل ما كنتم شايفين عندي هون، هذا الموضوع الثالث، التحديث الثالث بيحكي عن الضرائب. يعني شركة أدسنس أو يوتيوب خلينا نقول ما كانوا ياخذوا ضرائب على المصاري اللي بيحولوها لليوتيوبرية الموجودين عنده، تمام؟ ما كان في ضرائب. بس هلأ اختلف الموضوع، هلأ الولايات المتحدة فرضت ضرائب على شركة أدسنس، تمام؟ انه عم تعمل اعلانات وعم يجيها مصاري كتير كتير، فصحيت الحكومة على هذا الموضوع وصاروا هلأ يفرضوا ضرائب على شركة أدسنس. يعني كل مين بقى بيصير يعمل مشاهدة، تمام، وعنده قناة على اليوتيوب بده يدفع ضرائب. بس بده يدفع ضرائب على شو؟ يعني انت نزلت فيديو على القناة عندك، تمام، اجاك مثلا 1000 مشاهدة من الولايات المتحدة، تمام، شركة يوتيوب وشركة أدسنس هدول 1000 مشاهدة بدهم يدفعوا لك عليهم مصاري، فهن وقت يدفعوا لك عليهم مصاري راح يخصموا منك ضرائب، والضرائب سمعت تقريبا حوالي 30% تقريبا، تمام، فراح يخصموا عنك هن الضرائب من هاي المشاهدات اللي اجتك من الولايات المتحدة فقط. يعني معلش ركزوا معي، يعني كل مين جاء مشاهدات من الولايات المتحدة، قد ما جاء مشاهدات من الولايات المتحدة 1000 2000 3 10 يلي هن بدهم يخصموا على هالمشاهدات ضرائب حوالي 30% تقريبا. اما اذا بتجيك انت مشاهدات من بلاد تانية غير الولايات المتحدة، اوروبا، الدول العربية، دول اسيا، ما في مشكلة. ليش؟ لان هدول ما فرضوا لحد الان ضرائب على شركة أدسنس، والله يجينا ما يفرضوا ضرائب على حظنا وتصير بقى بدك بدهم ياخذوا على كل شغلة ضرائب، تمام. فهي الفكرة، انه كل مين عم يجي مشاهدات من الولايات المتحدة هذول المشاهدات قد ما كانوا رح يدفع عليهم ضرائب. اما مشاهدات من بلاد تانية ما عندك اي مشكلة، ما رح تدفع عليهم ضرائب، تمام. هي بالنسبة لموضوع الثلاث تحديثات اللي نزلوا من شركة يوتيوب، تمام. اذا عندكم اي استفسار او عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالتعليق، انا حاضر ان شاء الله بجاوب عليكم. شو عندي معلومات بفيدكم فيها ان شاء الله بجاوب على الموضوع، تمام. بتشكركم لحسن المتابعة، ومثل ما قلت لكم اذا بتريدوا اشتركوا بالقناة واعملوا لايك وشاركوا الفيديو، ومشان ما يروح تعبي على الفاضي، مشان نبلش بقى يجينا شيء ان شاء الله من هالقناة اللي عاملينها، تمام. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.